يا الله، السلام عليكم شباب. شباب الموصين على سيرامة، عدي مخاليف عمر 4 أشهر مثل ما تشوفون قدامكم، 2 ديوتشة عمر 4 أشهر شباب، يعني ما باقي له شيء. ويجهز الديوتشة عوعي، نصبتهن كلش حلوة، امهاتهن فول. الابيض هذا كلش راقي، وهذا هم ما قاصر. هسه هم راح اصور لكم اياهن من جهه ثانيه حتى تشوفوهن بشكل اوضح. شوفوا شباب، من هنا بشكل اوضح. شوفوا الابيض بعده صغير وديلش كبره، يعني بعد بيكبر. وهذا الاسود هم ما قاصر ونصبته كلش راقي. شباب، سعر التك 50 دولار، ارخص من السوق بضعفين. تعرفون السيرامة بيت جاي مباع، لما جات الزوج 350 دولار، ذني سعر الزوج 100 دولار، سعر التك 50 دولار. شباب، سعر التك 50 دولار، مكان بغداد الحسينية مال راجدية. بالعافية علي ياخذهن، واللي يجي ياخذهن يشوف امهاتهن يمي. ما شاء الله كلش حلوات. سعر التك شباب 50 دولار، سيرامة ماليزي. شباب اللي ما يعرفهن، والما يعرف للسيرامة والما يعرف أسعاره، راح أعطيه فكرة مختصرة عليه. شباب، السيرامة الماليزي سعر الأميات الزوجة 350 دولار من تركيا من قاحن، تلحقها 60 دولار أجور نقل. أجور نقل أجقد يصير 410 دولار، واصل أربيل. يعني إذا أنت ببغداد، هم من أربيل يوصل لك البغداد بعشرين 25، يعني يصير عليك تقريبا 430 دولار. اذا شفت الاميات غاليات راح تدور بيض. شباب، سعر البيضة السيرامة من تركيا 10 دولار، يعني البيضة ب12,500. انا جاي ابيع لكم انتاج عراقي عمر 4 اشهر، عابر مرحلة الخطر، وديوتش 2، سعر التك 50 دولار، يعني بسعر 5 بيضات. فمن تاخذ 5 بيضات، قولي طلعن 3 ويصفل لك 2 لحد ما يصير عمره 4 اشهر، جاض صارف عليه. هاي من عدا اجور النقل شباب. فاعطيكم فكرة مختصرة على السيرامة، سعر الزوج 100 دولار. شباب، ما تيقون هيج اسعار مناسبة جدا، لانه انتاج عراقي. تحياتي للجميع، مكان بغداد الحسينية مال راجدية، الرقم مالته راح اخلي لكم اياه بالوصف، اللي يحب يشتريهن يتصل علي وان شاء الله ما قصروا. تحياتي للجميع.